بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عطل جديد في تلفزيون تشيبة، تلفزيون تشيبة 14 بوصة. عطل التلفزيون هوصل، افتح تلفزيون بيحمل، وحاليا الليد الأحمر شغال. تلفزيون توشيبا المفروض ان هو يفتح، لان الموديل الحالي بيفتح بدون ما اضغط على المفاتيح، ما بيكونش في وضع ستاند باي. التلفزيون بيعمل صوت تك تك مع اضاءة الليد بتعلى وبتوتا، يعني الليد بيعلى ويوتا وبيعمل صوت في نفس الوقت تك تك. عطل التلفزيون الحالي الليد الاحمر منور، ولكن التلفزيون مش بيفتح. هوضح إضاءة الليد. إضاءة الليد بتزيد وتضعف، دليل على إن الفولت بيطلع وبينزل. هفك التلفزيون وهتابع العطل. تلفزيون تشيبة، تلفزيون 14 بوصة، التلفزيون بحالته وبالكشف على التلفزيون، كل المكونات طبيعية جدا وكل المكشفات الشكل العام كلها سليمة وكل المكونات بحالتها. بالكشف على التلفزيون المكونات كلها طبيعية جدا وكل حاجة بحالتها والتلفزيون بحالته، والتلفزيون حاليا مفتوح والليد الأحمر شغال. في البداية هتأكد من فولتات التلفزيون، احتمال الفولت يكون عالي او الفولت يكون واطي. الفولت على المكشف الرئيسي في دائرة الباور، الفولت موجود 275 فولت، فهو فولت مناسب. اما فولتيات خارج المحول في دائرة الباور، الفولت على خط 110 فولت موجود 120 فولت، والفولت على خط 12 فولت الفولت موجود 22 فولت. كلها فولتيات مناسبة وفولتيات في وضع التشغيل. وهتأكد من الفولت على ترانزستور باور لاين، الفولت موجود 122 فولت، هو نفس الفولت اللي كان طالع معايا على المكشف 110. ولكن انا ملاحظ في وانا بقيس الفولت على خط 110 فولت، الفولت بيطلع وينزل، هنا 96 وبوصل ل 120 فولت. الفولت بيطلع وينزل معايا، دليل على ان في مشكلة في الفولت. هتأكد من الفولت بلمبة البيان علشان يوضح معايا الفولت بيطلع وينزل او لا. هنا الفولت على خط 110 فولت على المكشف، لما بحط اللمبة على المكشف الفولت بيقطع وبيشتغل تاني. هنا الفولت بيطلع وبينزل، يعني بيقفل ويجي تاني. وهتأكد من الفولت على ترانزستور باور لاين، ترانزستور باور لاين الفولت هو نفس الفولت بيطلع وينزل اللي على المكشف الخاص بالمية وعشرة فولت. الفولت بيطلع وبينزل، يعني بيقطع وبيشتغل تاني. هقفل. دايما في اي عطل تلفزيون ابدا بالحاجه السهله الاول. العطل الحالي الليد بيضعف وبيزيد والفولت بيطلع وينزل. هلغي الفيوز الخاص بال 110 فولت، وهتاكد من دايره الباور. اتابع الفولت اللي بيطلع من دايره الباور، احتمال يكون سليم او احتمال يكون بيطلع وينزل، واحتمال يكون في قفله على خط ال 110 فولت. هشغل التلفزيون بعد ما لغيت الفيوز من مكانه، اوصل وهقيس الفولت. الفولت على خط 110 فولت على المكشف. الفولت قبل ما الغي الفيوز كان بيطلع وبينزل، الوقت الفولت ثابت لا بيطلع ولا بينزل. وهتأكد من قياس الفولت على خط 110 فولت، الفولت موجود 123 فولت، فهو فولت مناسب وفولت ثابت لا بيطلع ولا بينزل بعد ما لغيت الفيوز.
واضح ان في قفله على خط 110 فولت او قفله في دايره الهوريزونتال. هرجع الفيوز مكانه تاني. هنا اتاكدت من مكان العطل، العطل في دايره الهوريزونتال، وهبدا اوصل من تاني. هوصل واشغل التلفزيون طبيعي جدا. حاليا التلفزيون شغال والليد الاحمر شغال والفولت واصل وكل حاجه شغاله تمام. وهلغي اليوك من مكانه، واحتمال اليوك يكون في قفله، وهتاكد من الفولت من تاني على خط 110 فولت او على الفيوز. الفولت بلمبة البيان. بعد ما لغيت اليوك هو نفس الفولت بيطلع وبينزل، بيقطع وبيشتغل تاني. يعني اليوك ما عملش حاجة معايا. هرجع اليوك مكانه تاني وهبدأ احط ايدي على اللاين. احتمال يكون بيشخن او في قفلة في اللاين وبيشخن معايا. اللاين طبيعي جدا، مفيش في اي سخونية. وعلى ترانزستور باور اللاين، الترانزستور دافي، في سخونية على ترانزستور باور اللاين، دليل على انه شغال او في قفلة ما بعد الترانزستور. فانا هلغي اللاين من مكانه لان احتمال يكون هو اللي عامل قفلة علشان ترانزستور الباور بيسخن. وقبل ما الغي ترانزستور الباور هقفل التلفزيون وهقيس ترانزستور باور اللاين، احتمال يكون هو اللي عامل قفلة. ترانزستور باور اللاين بيقيس معايا سليم، مفيش في اي مشكلة. بعد ما اتأكدت من ترانزستور باور اللاين انه سليم واليوك بعد ما لغيته ما عملش معايا حاجة والقفلة زي ما هي، فانا هلغي اللاين من مكانه او هفك اللاين كله من مكانه وهبدله بلاين جديد وهشغل التلفزيون بدون لاين وهتابع. هفك اللاين من مكانه وهتابع. دايما وانا بفك اي لاين لازم اتاكد من كل الاسلاك انني فكيت اللحام كله من على كل الاسلاك علشان اللاين يطلع معايا سليم. احتمال اللاين يطلع سليم، ولكن انا هتاكد. هجيب لاين تاني وهشغل وهنتابع. هنا فكيت اللاين من مكانه ومش هفك اللاين من الشاشة ولا هفك من شكوت الشاشة. هبدل اللاين الأول عشان أتأكد وهشغل التلفزيون بدون اللاين. هوصل هنا، هوصل وهتأكد من الفولت على اللاين. هوصل هتأكد من الفولت بعد ما لغيت اللاين من مكانه. هنا الفولت على خط 110 فولت على المكشف موجود، وعلى اللاين نفسه الفولت موجود، الفولت الخاص بال110 فولت البي موجب موجود، والفولت ثابت لا بيطلع ولا بينزل. حاليا الفولت طبيعي بعد ما فكيت اللاين مكانه. هبدل اللاين بلاين مستعمل، لاين تلفزيون توشيبا، هو لاين قديم انا خلعه من تلفزيون قديم، ولكن هتأكد إذا كان شغال أو لا بعد ما أركبه مكان اللاين القديم. اللاين نفس الرقم، هو تلفزيون توشيبا، وهنا تلفزيون توشيبا. أهم حاجة يكون مخلوع من تلفزيون توشيبا حديث. هبدل اللاين وهتابع. هنا لحمت طرف الأرضي ولحمت طرف خط البي موجب التغذية، ولحمت طرف اللي هو متوصل بترانزستور باور اللاين اللي عليه 110 فولت، ومش هلحم باقي أسلاك اللاين إلا لما أتأكد إذا كان اللاين شغال أو لا. أنا وصلت الأرضي وتغذية البي موجب وطرف المتوصل بترانزستور الخاص بباور اللاين.
أما إعطاف الفتيلة والآ بي إل والآ إف سي وتغذية أي سي الفارتيكل وتغذية الفتيلة، كل الحاجات دي مش هوصلها دلوقتي إلا ما أتأكد إذا كان اللاين شغال أو لا، علشان ما تعبش في فك وتركيب اللاين. هشغل التلفزيون على الوضع الحالي. هبدأ أوصل، بسم الله أوصل. هنا حاليا وصلت وهتأكد إذا كان اللاين شغال أو لا. حاليا اللاين شغال. هنا العيب من اللاين، اللاين القديم مش شغال، دليل على إن كان عامل قفلة في دايرة الباور. وهنا اللاين الجديد اللي هو المستعمل اللي أنا جايبه شغال، والمفك بيوضح بلمبة البيان إن اللاين شغال. هقفل التلفزيون وهبدأ أوصل شكود الشاشة وكابل اللاين أوصله بالشاشة، علشان أتأكد من فعلا إن اللاين القديم هو لاين مقفل وعامل قفلة في دايرة الباور وعامل قفلة في التلفزيون. بعد ما وصلت اطراف اللاين ثبت شوكة الشاشة وسلك اللاين للضغط العالي، هبدأ اكمل اعادة لحام على اطراف اللاين علشان انا ما وصلتش باقي اطراف اللاين. هنا وصلت كل اطراف اللاين، طرف الفتيلة وطرف خط الـ ABL وطرف خط الـ FC وطرف تغذية الفارتيكل وطرف تغذية شوكة الشاشة الخاص بالـ 180 فولت. وصلت كل الاطراف وهبدأ أشغل التلفزيون بعد ما عملت إعادة لحام على كل أطراف اللاين. هقفل التلفزيون وأشغل التلفزيون طبيعي جدا. هنا موضح التلفزيون اشتغل معايا تمام بعد ما بدلت اللاين. هوضح القوايم. هنا ظبطت اللاين من الفوكس ولكن الالوان مش واضحة. التلفزيون واضح انه قديم والشاشة قديمة شوية والالوان مش واضحة وعامل معايا فلو. مفتاح الفوكس في التلفزيون في اللاين مش بيوضح معايا الالوان، فانا هبدل شوكة الشاشة الابيض علشان الشاشة تطلع واضحة. بعد ما بدلت شوكة الشاشة هبدأ أشغل التلفزيون. هوصل هنا، وصلت والتلفزيون فتح. هنا موضح التلفزيون فتح والألوان طبيعية والكتابة واضحة بعد ما بدلت شوكة الشاشة وظبطت الفوكس من اللاين. حاليا التلفزيون شغال طبيعي جدا. هوصل الفيديو وهتأكد من الألوان. هنا وصلت فيديو، الألوان طبيعية والصوت شغال وكل حاجة شغالة طبيعي. بعد ما اتأكدت من الألوان وكل حاجة شغالة طبيعي والصوت شغال والشاشة واضحة وشاشة كاملة وألوان طبيعية، تم إصلاح عطل التلفزيون بنجاح. وتحيات للجميع وإلى اللقاء في عطل جديد.